نفوذ رار جريمي، فأنا مستعد أكون في ضحية. إذا هي مش جريمي، مدام في نضال شريف سيسفك دم رئيس بلدي، ولجنة المتابعة وينها؟ القطرية وينها؟ وإفشاء السلام وينه؟ وينه؟ وين كلمة الحق؟ وين الدور؟ وين الاستنكار؟ أنا رايح جاي عليكم بحراسة؟ أنا معاي شرطة برا، وعبيتي شرطة ومسلموت وبوتكن. ليش؟ مين هذا نتنياهو اللي قتلني؟ سموتريش؟ ولا بن كفير؟ ولا المخابرات؟ طز فيهم كلهم اليهود، ماشي؟ اللي أنت عامل لي منهم بوحة، مش عامل لهم حساب. تعمل حساب لأخوي اللي قتلني يمكن، ولا قريبي، ولا ابن جدتي، ولا ابن بلدي. أنا مستهدف من 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 شعبي، هذا ممنوع يكون. إحنا مين اللي قتل الشيخ امبارح يا زلمة؟ مين اللي قتل الشيخ؟ قتل الشيخ ابن جدتنا. لذلك أنا بقول إنه لا يعقل إنه نخلي هذه الزعرنة والفلتة اللي تكمل. القضية قضية مش بس أخلاقية أستاذ وليد، قضية صارت لا مبالاة، ما حدا مهتم شو بصير. لما أنا بشوف في رهط رئيس بلدية مستهدف، كم واحد تلفن علي منكم؟ اثنين. كم جهة رسمية أصدرت لو كلمة؟ جهة واحد. ليه؟ معناته أنت بتعطي شرعية، بتقول للي ما زبط الطخ زبط الطخ، طخه بتلاقي خلص عليه. لا لا بس خليه يحكي، خليه يحكي. لا 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 خليه يحكي، بس هو بيحكي، خليه يحكي، هو بس خليه يحكي. انت هسه بتناقض فيه؟ لا ما بتناقض فيه، انت قاعد هسه، هو خليه يحكي، هو بيحكي لك شو بصير معاه. والله عارف. طيب معناها خليه يخلص الانجو يا اخي، معناها خليه يخلص الانجو. انا خليه يخلص الانجو. انا ليش اصرت عليك؟ ليش؟ 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 مش متحملين بعض في بعض؟ انت مش متحملين بعض في بعض؟ انا اسف اني حكيت، انا اسف اني شيء. لا احكي احكي، لا انا قطع احكي. اسف اني شيء. انا قطع، انت مش متحملني. انت مش لازم تحكي، انت بتحكي. انت احكي. لا يا اخي، انت بتحكي. انا بقول لك قاعد صح، هو بيحكي صح، وشو بيحكي صح، بيحكي صح. ابن جلدتك، ابن جلد المهندس، هو اللي يسكت. خليه يكمل، خليه يكمل، هو اللي يسكت. بس هو يسكت، اسكت، اسكت، ابعد يدنا، خلص كمل. خليه يكمل، احكي من قلبه، احكي من قلبه. حلو رئيس، اعطي المجال. تفضل استاذ ابراهيم، كمل. تفضل ابراهيم، تفضل. انا بدي احكي كلمه واحده، انا شوي استنى، اعطيه مجال. عم بتعرف ابو العبد، اقعد لو سمحت، ابو العبد، ابو العبد، ابو العبد، تعاطف مع عطف. ابو العبد اقعد يا رجل، مالك؟ انا ما زلت بقول في خير، السعيد والشيخ راعي والجميع واللي بده يكون جماعة الخير بالعقل. إذا واحد ركب راسه نزلوه، هدوه. لذلك أنا بقول قوة الضحية الجاية احتمال كبير أنا، لأنه ضرب قنابل على بيتنا والطخطخ والبارح وقبل قبل البارح وهجوم. شو يعني شرطة تفرق المعتدين بالقنابل؟ هذا من كثر الناس اللي جايين يستهدفونا بالقنابل هربوه. واللي صدر القرار مش يهودي، عربي مسلم، فلهم روحوا خلصوا عليه. شو هذا؟ وين مستنيين؟ اذا سقط عطا بسقط كثير ورا عطا، اذا عطا بموت كثير بموت ورا عطا. لا سمح الله، لا سمح الله. لذلك انا اشيد هنا، جيت عشان هذا الموقف، لجنه المتابعه تاخذ قرار تدخل سريع. الغلطان يوقف عند حده، اذا رئيس بلديه غلطان قولوا له غلطان، إذا المناضل غلطان قولوا له أنت غلطان. عطى وسعش، أنا حياتي تسمع إني أقول كل كلمة. صحيح، بصلة. شكرا. شيخ جابر، أعاد العمل، تفضل. مع دور الشيخ جابر.
أخ عطا سلامة عمرك، وأنا متأسف إني قطعتك، ولكن أنا بدي بوصلتنا جميعا تكون في الاتجاه الصحيح. هاي البوصلة. اللي قتل الشهيد امبارح أبو العبد كمان منا. بس يا عمي تعال نطلع شوي شو اللي عم بصير فينا. ناخذ الأمور بشخص الشهيد عبد الرحمن. الزلمة مدير عام بلدية، وبلدية كبيرة في وسطنا العربي. يحمل منصب رسمي. لما يقتل أي ثقة بدها تكون في هاي المؤسسة؟ مؤسسة رسمية بلدية بتقدم خدمات وبتقدم أمور كثيرة في التعليم وفي التربية. الناس البسيطة بدها تفقد الثقة في هاي المؤسسة لما مدير عام بلديتها بروح ضحية قتل. تعالوا نشوف المنصب الثاني بشخص الشهيد عبد الرحمن اللي هو عنده منصب سياسي، قائد في حركة سياسية إلها حضور في وسطنا العربي. لما يقتل أي ثقة بدها تكون في كل الأحزاب اللي قاعدة هون يا جماعة الخير؟ إذا شو صفى فينا؟ لا ثقة في مؤسسات المنتخبة، لا ثقة في مؤسسات الأهلية، ولا ثقة في مؤسسات الحزبية، ولا ثقة. إذا شو صفينا؟ صفينا فريسة سهلة، سهل الانقضاض عليها، سهل رمينا في البحر أو في الصحراء. هذا الأمر لازم نشوفه، هذا هو الهدف السياسي. قبل ما نعاني من هاي الأزمة كان في وزن سياسي لهذول العرب، إلي وإلك وإلو. نقرر وين هاي المنطقة، ومش بس الدولة وين بدها تروح. نقرر كان في وزن سياسي نوعي كبير جدا. احنا اليوم منتهيين في أمننا الشخصي. تخيل انه هذا الزلمي الزلمي رئيس بلدية وقبله أبو العميد، بدل ما يفكر أي خدمات بده يقدمها لأهله بده يفكر في حماية نفسه. هذا على مستوى المنتخبين، فما بالك على مستوى المواطن البسيط. ولهذا السبب عندما نقول انه اخلاقي وقال بدك اياه، ولكن سياسي من الدرجه الاولى.